الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المواقف التربوية مع شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه كان يطبق في نفسه أحكام وأخلاق وآداب الإسلام. من الأشياء اللي لفتت انتباهي لما اشتد به المرض، وفي رغب رحمه الله تعالى أن يتداوى ويتعالج في مستشفيات السعودية، يعني قد تكون الخدمة والطب يعني أريح له، فكلم اثنين أو كلم أخا من إخواننا وهو أبو ناصر الدوسري في هذا الأمر، وأرسل له بالضبط ما معه من أجل أن يكلموا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فعلا ذهب الدوسري مع فضيلة الشيخ رحمه الله عبد السلام برجس، فذهبوا عند الشيخ بن باز رحمه الله وكلموه في الأمر، فاتصل يومئذ بالملك عبد الله وكان وليا للعهد وكلمه، فأمر من فوره أن يرتب للشيخ ناصر رحمه الله المجيء، وأوعز بتكليم السفير وتهيئة الأمر وإرسال طائرة يعني خاصة للشيخ يعني تقله. وفعلا تم مثل هذا الأمر، لكن الشيخ بعد المشاورات والتباحث مع بعض الإخوة استقر رأيه على عدم الذهاب. فالشاهد من القصة وما ذهب فالشاهد من القصة أن الشيخ رحمه الله عام 1418 هذا الكلام أرسل خطابا إلى سماحة الشيخ ابن باز أثنى عليه في سعيه وشفاعته لقدومه للعلاج في المملكة، وأثنى عليه لمساعدته إخوانه عامة ونجدتهم، ثم ذكر رحمه الله بأن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، وكلام طيب بنحو هذا الأمر مفاده وخلاصته الثناء على الشيخ بن باز والشكر له. وحقيقة هذا يكاد أن يكون معدوما إلا من رحم الله بين المسلمين عامة وخصوصا طلبة العلم، فكثير من الناس يعني بعض أهل العلم يكون له عليه الفضل أو يصنع معه معروفا أو فيجحد هذا الأمر، وليت الناس يسلمون من ذمه بدل أن يحصلون مدحه وثناءه. هذا موقف يعني من المواقف يعني أثر في، منها أنه رحمه الله كان يغرس في طلابه ويشجعهم على الإقدام ومواصلة طلب العلم وكذا، وإذا لمس شيئا معينا يشجعك من طرف خفي هيك بعبارة لطيفة وكذا. فأذكر أنه يعني رحمه الله أوائل ما تعرفت عليه، فلما ذكرت الاسم قلت له عصام هادي، قال أنت هادي. فهذه كانت لفتة يعني تربوية يعني، وكان يستخدمها الأئمة المتقدمون يعني مع تلامذتهم. من المواقف التربوية عند الشيخ رحمه الله تعالى أحد المغرضين والمبغضين للدعوة السلفية عامة ولبعض مشايخها خاصة كتب ردا في جريدة اسمها اللواء كان يومئذ تصدر، هيك صحيفة أسبوعية يديرها التل، فكتب رد على
هذا على أحد إخواننا من مشايخ الدعوة يعني، وتكلم عليه وكذا ولمزه. فهذا الشيخ يعني رأى أن يرد عليه، لكن ما أحب أن يذكر اسمه، ولأنه الأمر ما بتعلق فقط في شخصه، وإنما كان الكلام عن الدعوة، ومن ضمن الأشياء تطرق إلى هذا الشيخ. فكتب ردا في عليه ولم يضع اسمه، وإنما وضع اسما مستعارا، اسم يعني زي ما بيسموه تدليس يعني البلدان والكذا، يعني انك تأتي بشيء فتوهم آخر، يعني وعر الطريق يعني على معرفته، فانتسب إلى البلد اللي هو منها، وعادة لا يعرف أنه هذا الشيخ ينتسب إلى هذا، وضع يعني مثلا عبد الرزاق وهو عبد لله الرزاق وهكذا. المقصود من القصة أعطاني هذا الرد وقال لي وديه على جريدة اللواء، فعلا وديته ونشر. لما نشر أخذت الصحيفة لشيخنا الألباني رحمه الله، وكنت هايعاتي إذا رأيت في موضوع مهم أو شيء أو كذا أخذ له يعني الصحيفة، سواء هو أو في كان للإخوان المسلمين الرباط كانها تصدر، كان في مواضيع يعني أحيانا بيكون أحب أنه الشيخ يطلع عليها فأخذ له إياها. وللفائدة الشيخ ناصر ترى يقرأ جرائد، وكان تأتيه يعني، بس مش الجرائد الراتبة هذه، وإنما يعني زي الخليجية السعوديين واللي فيها يعني شيء من الدين وتلمس فيها يعني الأخلاق والكذا. فأخذت الجريدة للشيخ قلت له ترى فيها مقال، أشرت له عليه يعني. فالشيخ الله يرحمه قرأ المقال فسر، فقال من هذا لا أعرفه، لأنه فعلا هو أوهم باسم لا يمكن لأحد أن يتوصل إليه. فقلت له والله يا شيخنا أنت تعرفه، ولكن هو ائتمنني ألا أقول يعني، فأنا مؤتمن. فضحك الشيخ وما سألني قط من هو. فلما أخبرت الأخ قلت له ترى دير بالك الشيخ ناصر سألني، وقلت له قال الله يسامحك على الألباني، قلت له شو أسوي لك أنت ائتمنتنا. وفعلا ما أبدا الألباني رحمه الله ما قال طب ما أنا شيخك ونحن بالدعوة واحدة وهذا مش لا 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 ما أبدا، بس قلت له أنا مؤتمن، سكت وما راجعني فيها أبدا رحمه الله تعالى. يعني فهذا يعني ينبئك عن الأشياء عنده. من المواقف التربوية سألت عن بعض الناس الدمشقيين اللي ترجموا له، فقال لي الشيخ الله يرحمه قال لي هذا رجل لا يتقي الله، أنا رددت على إنسان أجله وأحترمه، وما كنت أحب أن يصل الأمر بالرد إلى الشدة، ولكن اضطررنا إلى الوصول إلى ذلك. فاستغل هذا الحدث فكتب أن الشيخ عنده نزق، ولعله عرق دساس، ولعله أخذه من أبيه، والعرق دساس. فكان الشيخ رحمه الله يتأثر من هذا، أنه يعني إيش تكلم في أبي وتكلم في هذا الأمر كذا. ومع هذا سبحان الله ما يعني رد عليه ولا يعني التفت إليه. من المواقف التربوية أيضا إنه رحمه الله تعالى نشأ في بداية أمره فقيرا، فكان يصعب عليه تحصيل الورق، وكان يحصل على الورق يعني بشق الأنفس، فبقيت هذه العادة فيه رحمه الله، فوجدت حريص. إحنا الآن بنمسك ورقة بنكتب عليها شغلة بتعجبنا عشان نشطبها بنرميها، بينما الشيخ ناصر لا، رأيت رحمه الله يكتب مقدمات لكتبه بين السطور، يعني كتاب مطبوع، ورقة مطبوعة يعني مطبوعة تجارب، كنا من الكتب اللي يطبعها وعليها تجارب وكذا ومصلح،
يجي يكتب المقدمة الجديدة بين سطور الورقة الأولى المستخدمة، وحتى ما نستخدم ورقة جديدة ولا، يعني من باب إنه إيش، ليس بخلا وإنما تقديرا وقيمة لمثل هذا الورق وعدم إضاعته والإسراف وكذا. ورأيت رحمه الله في أوراق أحيانا يكون مطبوع عليها وجه ومن وراء فاضية، فيكتب من الخلف، وهذا عندي يعني بعض العينات يعني منها، يعني إنه كيف بكتب بين السطور، وأحيانا يعني رحمه الله يعني يكتب على الخلف وهكذا. والمقصود أنه كان يعني عنده عدم إسراف. أيضا كان يتعامل مع الناس بعفوية وما عنده تكلف ولا شيء، إذا عنده مجال في شيء قدمه إليك، ما عنده مجال اعتذر لك، دون يعني خلينا نقول بيسموه النفاق الاجتماعي، هذا كان يعني معدوم عنده. والشيء الثاني يعني كان رحمه الله تعالى يحرص على جيرانه ويهتم بهم، وكان يقدمهم على كثير يعني من الناس، وكان بيته مفتوح لهم يعني في أي وقت، خصوصا جاره يعني أبو محمد. أيضا من المواقف التربوية في أحد إخواننا العجم، وكان يحب الشيخ والشيخ يحبه ويتردد على الشيخ، وكان يشتغل في بعض المكتبات يعني، أي نعم. فقال للشيخ ذات يوم، كنت أنا وياه يعني فقط، مع أنا وياه والشيخ من حالنا يعني، فقال للشيخ: يا شيخ، فلان استأذنك في الذهاب إلى البوسنة وأذنت له أنه يذهب يعني يدعو إلى الإسلام، وأنا استأذنتك أن أذهب إلى الشيشان فما أذنت لي، فلما، أو يعني كيف يعني الجمع يعني. هذاك فهم أنه يعني خلص أنه ما بندعو في هذه البلاد أو. فضحك الشيخ وقال: لأني أعرفك، يعني أنا أعرف منزلتك العلمية أو قيمتك العلمية أو شيء، فما أذنت لك أنك تتصدر لهذا الأمر أو تذهب إليه يعني هناك. من الأشياء المواقف كمان أنه الشيخ رحمه الله كان يحب في المناظرات أن تكون مكتوبة، إذا أكتب سؤالك بعطيك جواب كتابة، وأنا بعطيك سؤال وتكتب إجابة. وهذا استخدمها مع الحبشي ومع غيره. الحبشي فيه فطنة، لما رأى أنه أصر عليه بالكتابة انسحب، ما رضي. ليش؟ لأن الكتابة بدينك والكتابة واضحة، فما في مجال لا ما قلت هيك لا قصدي هيك. فكان يحب الشيخ رحمه الله أن تكون المناظرات أو أن تكون يعني كتابية. من الأشياء كمان يعني والمواقف التربوية، رحت أنا وياه رحمه الله يصلح سيارته التويوتا، وكان هو من شركة تويوتا عندنا بالهاشمي يعني. فروحنا هناك فوجدت سبحان الله طالب بدرس معنا في المعهد الشرعي، فقلت له: ترى هذا الشيخ ناصر. فجاء وسلم على الشيخ رحمه الله، ثم قال للشيخ، قال: والله عنا الدكاترة بيحكوا عليك وبطعنوا فيك ولا ذاك. فقال له الشيخ: دعك من هذا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني إذا عندك سؤال ينفعك في دينك أو ينفعك في طلبك اسأل، ودعك من هذه الأشياء. كانوا هاي كلمة دائما الشيخ رحمه الله يعني يرددها. من المواقف يعني التربوية اللي لاحظتها معه، رحت أنا وياه على جرش، كان في هناك دعوة عند أخ من إخواننا من دار الجلاد، كان داعي الشيخ رحمه الله. فصلينا في المسجد، فصلى بجانبنا شاب سلفي، طبعا
طبعا الشيخ رحمه الله كأنه تفرس فيه شيئا، فأراد أن يعلمه بطريقة. فالشيخ بعد ما سلم من الصلاة التفت إلى الأخ وصافحه وقال له تقبل الله. هذا الشاب صار وجهه أحمر، قال لك شو هذا، واحد لا متنكر بالألباني، ألباني وبعد الصلاة بيسلم وبقول تقبل الله. بعدين أجا الشيخ فسر شرح له ووضح له، قال له لعلك تعجبت إنه الألباني يقول هذا. نحن حينما نقول عن شيء بدعة إذا اتخذ ديدنا ودينا وسنة، وإذا الإنسان ما فعله أنكروا عليه هذا منقول عنه. أما لو أن إنسانا يعني التقيت وما كنت تعرف وأردت أن تسلم عليه ومرة فلا مانع من ذلك. فكان يعني موقف يعني فيه يعني لفتة لطيفة يعني وكذا. من الأشياء سألت الشيخ رحمه الله، كان معنا محمد الخطيب في السيارة، قلت له والله يا شيخنا سمعت قصة تتعلق بمخطوطة وبكلمة فأحب أنك تحكي لي إياها. فقام قال يعني طلبا للإسناد العالي، لأن أنا ما سمعت منه مباشرة، كنت واحد ذكر لي قال لي الألباني صار معاه كذا وكذا. فقلت له نعم. فذكر رحمه الله القصة، قال في مخطوطة، وطبعا معروف القصة، أصيبت عين الشيخ يعني، ونصح الطبيب أنه ما يقرأ ولا يكتب. قال فحتى أسلي نفسي أعطيت أخ من إخواننا خطه حسن المخطوطة أن ينسخها، وفعلا هذا الأخ بدأ ينسخها وكل ما يجهز يناول الشيخ. قال فأعطاني بعض الأوراق، فأنا بطلع فيها أجت عندي علي كلمة ما عرفت أن أقرأها، مع أن الشاب خطاط وخطه واضح جدا، شو هالكلمة ما عرفت. قال فنسيت مرضي وتغافلت وكذا، ورجعت إلى المخطوطة حتى أشوف شو هالكلمة. قال وأنا كنت أمني نفسي أنه ما بخلص إلا عيني طيبة وببلش تحقيقها. قال فرجعت إلى المخطوطة وإذا به قد ما هو خطاط راسمها رسم، وإذا بالكلمة نفسها حتى بالمخطوطة ما عرفت أن أقرأها، حاولت منه ومنهم ما استطعت. قال فبت يعني وأنا عقلي وفكري كله في المخطوطة في هالكلمة هذه التي يعني أعجزتني. قال فاستيقظت على نفسي في المنام، من المنام وإذا بي أقول فردا 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 فردا. قال فقلت وصحيت من النوم طبعا. قال فقلت يا ناصر أنت بتنسى الأحلام، يعني لما بتصبح اللي أنت حلمك اللي هذا ناسي، فاكتبه عشان ما أنسى. قال فكتبت بورقة، شوف سبحان الله جنبه، كتب إنه رأيت في المنام وصحيت على نفسي وأنا أقول فردا فردا، قال كتبته. قال لما رديت نمت، يوم ما صحيت استغربت شو يعني فردا فردا، قلت لعل لها علاقة يعني بالمخطوطة. قال فجبت الورقة وصرت أطلع الكلمة وأقول فردا فردا، وإذا به دمج كلمتين في كلمة فصلتهن فقرأت الكلمة. قال هذه قصة الورقة التي المخطوطة التي تسأل عنها، لكن لا تقل حدثني قلبي عن ربي.